قالوا عنها برميل بارود، فكانت الذريعة ليفتحوا جبهة حرب جديدة في الضفة الغربية، حرب هي الأعنف منذ الانتفاضة الثانية. وهناك يستنسخ الاحتلال ما اقترفه في غزة ويعيد تجسيد المشهد في الضفة الغربية. مسيرات وقناصة، قوات برية وآليات، تجريف الطرق إلى المستشفيات حتى لا يصل إليها مصاب ولا شهيد. حرب كعادتهم رافقتها تصريحات إجرامية، فخرج علينا وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس داعياً إلى إخلاء الضفة من الفلسطينيين وتهجير أهلها، تماماً كما فعل جيش الاحتلال في غزة حين هجر الفلسطينيين مرة تلو الأخرى حتى لم يعد هناك أرض ينزحون إليها، ليكون استنساخاً للجريمة على أكمل وجه. وعلى الفور بدأ التنفيذ، فأخطرت قوات الاحتلال الفلسطينيين في مخيم نور شمس بضرورة الإخلاء خلال 4 ساعات. إلى أين؟ لا أحد يدري. عملية دموية عنيفة أطلقوا عليها اسم المخيمات الصيفية، وكأنها نزهة وليست حرب، تقتل وتهدم. وكأن ما اقترفوه من إبادة جماعية في غزة لم يكن كافياً، فأرادوا إقصاء مزيد من الفلسطينيين لتخلو لهم الأرض، الأرض التي إن نطقت فستقول أنا فلسطينية عربية إلى الأبد.